الوقت اللي كل شيء فيه ناعس قررنا اننا نمشيو نقول موسى شحال الساعه دابا هذه 7:30 عم يكبر نطلقوا في الشلال ونمشيو نقول موسى. ومن بعد ما تمانا في الشلال شبعنا الطريق ديالنا في اتجاه باليونشات وما كما كتشوفوا احنا دابا قصد سبلينتر قاصدين باليونش مراد الجبل هذا سبته الاحلام ديال بزاف الشباب هو مراد الجبل هذا. جبتو لنا الا وصلنا باليونش غنمشيو دابا نفطرو فواحد القهوه وغنطلعو ان شاء الله نجبل موسى نشبرو الطريق ديالنا. هما كما كتشوفو راه هما في ماشيين كيخالفو سبقوني انا بقيت كنعاود الماريطه هما سبقوني تو راه ماريطه الا كما كتشوفو سبته اسبانيا. تحياتي الناس باليونش صراحه الناس باليونش ما عندي عزيزين ما عرفتش علاش الصراحه الله يعين. وبالنص الاخوان كما كتشوفوا الشوارع ديالها خاويه كتحس براسك بحال جيتي لشي مدينه ما فيها مساكن فيها حتى شي واحد كتخلف غير بوحديتك وسكات والله الا الاخوان شوفوا كيفاش كنخلفوا بوحديتنا الشارع خاوي. هذا جبل طرهاوة فين هو الجبل هذا سديتو واللي موراه كامل اسبانيا هادي ماشي اول مره كنجيني هنا ولكن كل ما كنجي لهاد الموطا كنحس بواحد القشعريره في الجسد ديالي ماشي عاديه والله ما عاديه اخوتي. ايوا الاخوان بغينا نقربكم من النقطه الحدوديه ولكن ما بغاوش قال لك ممنوع التصوير تما لذلك ما صورناش ديك الموطا هذاك قال لك يجيو الحراقه وهذاك ما نقدروش نصوروا هذاك الشيء كملنا الطريق ديالنا. عندي واحد الفوطو هذا في هذا الدرج هذا ها هو تشوفوا في التصويره هذه قديمه هذه واقيلا في 2019 2018 كنت صورت هذا الدرج هذا الدرج هذا كيهبطوا وقتها بلاي كما كتشوفوا ديال العسكر هنايا فلايات من كلشي مورانا نقطعو فحالنا من الجهة اللي هنا نطلعو فحالنا هادي. إيوا رسمية مدينة الطريق ديالنا جبل موسى تو منظر مرايتو والله إلا الراحة النفسية حق كتشوف فيه كترتاح إي والله ملي كنكون طالعين أي سومي كتجبر داك النقط فهمتي الحجر فيهم النقط اللي كيوريوك الطريق بحال هاد النقطة هادي ها كتبقى تجبروها من فادو كيوريك الطريق اصلا الطريق سهله فهمتي ها واحد السهم اخر عاوه فين هو كيوريك الطريق فين هو فضل لقطت هادو بالضبط كيعجبني نصور كتكون ماشي كتخلف هيدا كتصور هاد اللقطه هادي بغلط واو رائع الماء تقادنا غنتخلاو على هاد الرطومه هادي حيت باقي لي رضاي ماخرين في ماليطه مطاعده فيها شي شجر غرابين هنا باين واعرين حق غرابين ديما كيطلع شي جبوله كيفلتوا له بزاف د الحاجات حق الله العظيم ها هي باليونشه هنا واحد المنظر واعر عجبني ما قدرتش ما نصور لكم شي ها هو داعي انك بين جبل وجبل كيبان واحد باركو في الوسط منظر رائع داعي انك هنا زهقتي وطيحتي غتجي في اسبانيا ما كاينش زعما ماشي في اسبانيا هادشي في اسبانيا درمل يقدر يكون زعما داكشي اللي كتعملو تينا مرة في السيمانة يقدر يكون الروتين اليومي بعض الحاجات بحال هاد المعزة هادي الميناء قصر صغير راه فين راه هو فين هو وسبتا خليناها مورانا اللي صورنا وانا مالك ترى منظر عام تيولو ترى منظر عام تيولو الكاميرا مني لا هو كيقول لي نطحو غادي نتنطحو اش
عطاكي بشي معزة، عطاكي بشي معزة أختك إذا كنتي قل لهم مع هذه هي فين هي أقرب نقطة إسبانيا. هاي هذه الطريفة، الطريفة هذيك ياك، هذيك الطريفة وهذه أقرب نقطة هي فين هي. تمتعوا بمناظر طبيعية، وهذا الميناء راهو هذا هو اللي صعيب جبل المساواة، هو اللي طالعين في الباب كيكون داك الحجر كي تتكع عليها كتهبط، فهمتي؟ زوقوا به طارق الى القمة، عرفتي؟ كنت خايل هذا هادي في الرجوع واش حتى كيطيح. الضبابة خلينا مورانا صافي. هذه جزيرة ليلى. ايوا من بعد ما طلعنا في ديك الطرحة اللي صعيبة بزاف، واخيرا وصلنا للقمة. ماشي القمة، لين القمة، راه هو القمة. هاهي دابا باقي شوية الخلف. شوف هنا مورايا عالم، هاهي وجهة أخرى اللي بغا فيها وعاد تتا. الله إلا عرفتو روعة راه هو السومي فين هو. وأخيرا وصلنا للقمة، شنقة الطريق هاهي القمة. والإخوان نخليكم مع البارتي هذه الأولى اللي كانت صراحة واعرة بزاف وعجبتني، ونتلاقاو إن شاء الله في بارتي الثانية اللي حتى هي مليئة بمغامرات، والله إلا مليئة بمغامرات. وما تنساوش لايك وسبسكرايب باش تشوفوا بارتي الثانية مع وطين، وتهلاو في راسكم.